السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك طريقة تستطيع من خلالها تغيير لغة ويندوز 10 إلى أي لغة تريدها، سواء كانت العربية، الإنجليزية، الفرنسية أو أي لغة، انطلاقا من الويندوز نفسه ومن لوحة التحكم ومن الإعدادات. طبعا سأقوم بتطبيق الشرع على ويندوز 10 النسخة النهائية والرسمية التي أطلقت في 29 يوليو. كما ترى أمامك هنا لغة الويندوز التي لدي هي إنجليزية، فطبعا إذا أردت تغييرها إلى أي لغة، وسأشرح على تغيير اللغة تغييره إلى اللغة العربية طبعا أو تعريبه. في البداية يجب عليك الانتقال هنا في شريط المهام، يجب عليك إضافة اللغة التي تريد التغيير عليها. فعلى سبيل المثال أريد التغيير إلى اللغة العربية، فيجب علي هنا إضافة اللغة العربية للكيبورد قبل يعني تغيير اللغة كافة. فعند طريقة إضافة اللغة للكيبورد سهلة جدا، فقط تقوم بالضغط هنا على أيقونة اللغة واختيار هذا الخيار، بعد ذلك تضغط على Add Language وتختار اللغة التي تريد إضافتها من قائمة اللغات الموجودة. بعد ذلك ستنتقل إلى هذا الخيار وتقوم بالضغط عليه. الآن هنا ستذهب إلى الريجون في البداية وتختار Change Location. هنا في الفورمات ستختار ليبيا أو البلد المتواجد فيها، أرابيك يعني ليبيا، أي لغة دولة أخرى. من هنا من اللوكيشن تختار أيضا المكان المتواجد فيه، سأختار أيضا ليبيا. في الخيار الثالث تضغط على Change System Local وتختار أيضا أرابيك ليبيا وتضغط على اوكي ليتم حفظ الاعدادات. الان ستنتقل الى اللانجويج وتقوم ب طبعا اللغه ستجدها مضافه هنا بعد اضافتها. ستذهب الى الادفانسد سيتنجز، تاكد من وجود هذا الخيار هنا وكذلك هنا، واضغط ايضا على سيف. الان هنا من القائمه او من هذه الواجهه تذهب الى اللغه العربيه وتختار اوبشنز. استجد هذا الخيار متواجد امامك، داونلود اند انستول لانجويج باك، اي تنزيل اللغة العربية وتثبيتها على حاسوب، تضغط عليها هكذا. الان يتم تنزيل اللغة، حجمها حوالي 37.500 ميجا بايت، يعني 37 ميجا، ونصف تنتظر حتى يتم تحميل التنزيل وبعد ذلك تثبيته. اذا كما ترى مشاهدي الكريم اقترب التثبيت من الانتهاء، تنتظر عليه قليلا، طبعا يأخذ وقت كثير، أظن أنه أكثر من وقت التنزيل. كل ما عليك فقط هو الانتظار حتى تتم إعدادات أو تثبيت إعدادات اللغة بالكامل، ليتم تغيير لغة الحاسوب بالكامل إلى اللغة العربية أو اللغة التي قمت بتنزيلها. فليس بالأمر سهل، فيجب عليك الانتظار قليلا حتى تتم تثبيت جميع إعدادات اللغة. كما ترى مشاهدي الكريم اكتمل التحميل وهو يطلب مني الآن إعادة تشغيل الحاسوب. إذا سأوقف التصوير وأقوم بإعادة تشغيل حاسوبي وبعد ذلك سأرجع لكم وسترون كيف أن الحاسوب باللغة العربية. إذا مشاهدي الكريم تم إعادة تشغيل حاسوبي كما ترى أمامك، الويندوز لا يزال باللغة الإنجليزية. ستتساءل لماذا لم يغير إلى اللغة العربية؟ فطريقة سهلة جدا لإتمام العملية، تنتقل هنا وتضغط على إلى يعني أيقونة اللغة وتضغط على هذا الخيار، بعد ذلك ستجد هنا اللغة العربية Language Back Installed، يعني تم تنزيل حزمة اللغة، تضغط عليها وتختار Set as Difficult. كما ترى أمامك الآن will be disabled language after next sign in، يعني عندما تقوم بتسجيل الخروج من المستخدم والدخول مرة أخرى ستجد أن الحاسوب قد تم تغيير لغته إلى اللغة العربية. أعمل تسجيل خروجه وبعد ذلك تسجيل دخول إلى حسابي في الويندوز وسترى كيف يتم تغيير اللغة بنجاح. إذا كما ترى مشاهدي الكريم أمامك قمت بتسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى، وكما ترى الويندوز باللغة العربية تماما. كما ترى تم تغيير قائمة ابدأ إلى الجهة اليمنى وتغيير التاريخ والوقت وأيقونة البطارية والإنترنت إلى الجهة اليسرى، وكذلك تبدلت الأيقونات من الجهة اليسرى وأتت إلى الجهة اليمنى، وكل الإعدادات هنا وكل يعني الخصائص باللغة العربية. إذا ذهبت الإعدادات ستجد كل شيء باللغة العربية، النظام، أجهزة الشبكة الانترنت وغير ذلك من الاعدادات وكل النظام باللغة العربية. يمكنك طبعا تغيير اي لغة تريدها واضافتها مثل الخطوات التي اريتكم اياها. يمكنك كذلك يعني الرجوع من اللغة التي قمت بتنصيبها الى اللغة السابقة فقط بنفس الخطوات، تفضيلات اللغة
الآن هنا حزمة اللغة مثبتة الإنجليش تضغط عليها وتختار تعيين كافتراضي وتسجيل الدخول الخروج وتسجيل الدخول وترجع اللغة كما كانت. وفي هذه الحالة يمكنك يعني التبديل بينهما، تغيير لغة الويندوز متى تريد إلى أي لغة تريدها، فقط هنا تعيين كافتراضي تضغط على هذه وتعيين كافتراضي وتتبدل اللغة بكل سهولة. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك يظهر الآن أسفل الفيديو، كذلك زر سبسكرايب يظهر على الفيديو أسفل الفيديو على يمين، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة وكل الروابط التي تحتاجها والتي ذكرتها طبعا من صفحتنا والمدونة ستجدها أسفل الفيديو. لا تنسى متابعتي، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.